إن الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يعلمنا أن التضحية حينما تكون لله تعالى في السعي لإحياء قيمه سبحانه وتعالى، سيكون المضحي منارة من نور يقتدي بها كل الأحرار، لأن تضحيته كانت لله وليس لدنيا فانية زائلة. هؤلاء الأطهار الذين قدموا أنفسهم لله سبحانه وتعالى واسترخصوا الحياة الدنيا في سبيل الله، أحياهم الله سبحانه في ضمير الأحياء. إن الذي يدعي الحب والولاء لمحمد وآله صلوات الله عليهم، والذي يتحرك بدافع الحب الحسيني، لا بد أن يكون حسيني الإيمان والمنهج والسلوك والأخلاق، حتى يكون ناصرا حقيقيا للإمام الحسين عليه السلام، سيد الشهداء ورمز الثائرين.